السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. احنا هنا في الجاليري ابو عيد، هنتفرج على حاجات جميلة وانتيكات جميلة هتعجبكم جدا جدا جدا. طريق المركز بمنية النصر ده اهلية، وطبعا فيه خصومات، حاجات جميلة، وانتوا هتحكموا بنفسكم وهتكتبولنا باذن الله في الكومنتات. باذن الله كل اللي يروح لهم ولهم تبع قناة بس مصالح عادة التدوير بإذن الله هيعملوا لكم تخفيضات. دي بازات جميلة من الزهور بأشكال وألوان جميلة جدا. رفت الألوان، البازات شكلها جميل. دي ايه؟ فواحة. فواحة احجام مختلفة وشكلها جميل. دي اباجورات صح؟ طب والله حلوة، ده انا عايزة واحدة. حلوة ده، يعني ده شكله بتاع أطفال صح؟ أوضة أطفال اللي هي الصور دي. قناة اسمها ايه على اليوتيوب؟ بالعربي؟ دي مناديل؟ خشب دي صح؟ شكلها جميل. ودي ورود عبة الشمس اهي، ودي تليفون في انتيكا برضه شغال، يعني تليفون انا بشوفه برضه. دي ساعات حلوة جميلة اوي، احجام واشكال جميلة. بإذن الله في جزء تاني للفيديو، علشان بإذن الله هينزل قريب برضو، تابعونا وهتلاقوا حاجات جميلة. وده برضو على مناديل من خشب وعلى فن الأركت، وده عامل زي ما يكون رخام كده بس هو خشب. دي مش دي نوعها ايه بقى؟ معدن. معدن. باسكت، باسكت خشب. يعني دي مراية للبيع دي؟ لا دي مراية للأوضة النوم، تستخدم ممكن في أكيد أوضة النوم برضه لأن هي كبيرة جدا. ودي مرايات أهي، ونجف لسه هنجيب النجف إيه مع بعضه. ودي ساعة. ده قسم الاباليك اهو، شكله جميل. وزي ده زي نظام الكاسات اللي كانت بتسال عليه صح؟ الاباليك برضه؟ لا من عند اصلا Thank you.
شاء الله ربنا يبارك حبيبي. مم. دي مرايات تبلوها هذي فوق دي مرايات دي زي اللي عندي بالصلاة على فكرة نفس نوع القماش صح؟ اللي هي كبيرة مربعة. أنا أبقى سكت الصوت عليها دي جميلة. حلوة وبتاعت زي ما اكون شماعة او حاجة او بتاعت مفاتيح بس شكلها زي الشماعة كده حاجات بسيطة يعني. بتاعت اللي هي كحك البسكوت ودي بومبونيرات اهي دي بومبونيرة شوية كحك البسكوت ما هي حاجات فخمة زي نظام الانتيكات كده طب ودي بقى ايه ده؟ بتبقى فتحة وتفاية اتنين في بعض بقى ولا ايه؟ يعني طب ده واحد وده واحد؟ ده باسكت؟ طب والله ده ايه؟ ده حاجة يعني تحس ان حاجة فخمة مش باسكت ابدا. وده مصحف اهو ده صندوق مصحف باسكت والله يعني ده باسكت يعني ده واحد بصراحه ما رضاش يحطه في الزباله ده شكله شيء واللي تحت بقى وهتقول باسكت كمان لا اللي تحت ايوه باسكت لا والله باسكت ده بيتحط في الصالون دي ست دي ساعات جميله دي نظام الساعات رجعت اللي كانت زمان صح؟ جميل دي بومبونيرات اهي اشكال ايه وشي ودي ساعات وشمعدان طب وده ايه بقى فاكهة ده وده ايه ده فاكهة ولا ده ايه ده طب فاكهة ما شاء الله فواحات
عندي واحده زيها بالكهرباء صح؟ اه بالكهرباء. ده تحس انه التليفون تحس انه نحاس صح؟ الصناديق دي ايه بقى اللي تحت؟ الذهب ما شاء الله. يعني دي بتشال على بعضها ولا كل واحده لوحدها؟ اه هاي طبعا كميه الذهب. قناتكم بسمة صالح اعاده التدوير. لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.